يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أخذ الجزية من الكفار حكم خاص باليهود والنصارى؟ خلاف بين العلماء في الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فلو نظرنا إلى ظاهر الآية خص ذلك بأهل الكتاب، لكن جاءت السنة بأخذها من غير أهل الكتاب. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس حجر، وأخذها من المشركين. فالصحيح جواز أخذها من كل كافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.